أين تجدون مثل جمعية المشاريع في هذا الزمن؟ بنينا المدارس بفضل الله تعالى، حصننا أولادكم وأولاد المسلمين من الكفر بفضل الله سبحانه وتعالى، جمعنا الناس على حب الله ورسوله بفضل الله، كنا سببا في أن اهتدى الآلاف من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. ووالله لو وضعوا كنوز الدنيا بيميننا وكنوز الأرض في شمالنا ما تركنا الدعوة إلى الله وما تركنا دين الله، ولو تزلزلت الجبال فوق رؤوسنا. هذا ما تعلمناه في عرين سيدنا عبد الله الهرري الحبشي في جمعية المشاريع الخيرية.